طيب تعالوا نروح مع بعض دلوقتي، وزي ما تعودنا في يحكى أن دايما ان احنا بنحب نعرض لحضراتكم البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا للاسبوع ده. ايه هي الكتب الاكثر مبيعا؟ ايه هي الكتب اللي حققت مبيعات كبيره جدا وكانت على قائمه البست سيلر للاسبوع ده في كل المكتبات؟ تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات والترجمات الأدبية والتنمية البشرية والتاريخ والإثارة. تصدرت الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. ثم تأتي رواية تميمة العاشقات للكاتبة لنا عبد الرحمن، فتنقلت الكاتبة من خلال الرواية بين العصور والدول المختلفة. وجاء كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربع كتاب هم الكاتبة مروى سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر مواجهة صادقة مع النفس. جاءت رواية أيام الشتات للكاتب كمال رحيم لتبرز حالة التسامح الديني من خلال أحداثها، وتجسد ذلك في شخصية الجد اليهودي الذي كفل مسلماً في بيته ويسر له جميع سبل الحياة. لم تخلو القائمة من كتابات التشويق والإثارة، فجاءت رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، والتي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قام بارتكابها خمسة أشخاص في حي الزمالك، وتدور الأحداث. وتختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية الحب والصمت للكاتبة عنايات الزيات، وتعتبر الرواية الوحيدة التي كتبتها عنايات الزيات قبل انتحارها، وتحولت لعمل سينمائي بعد ذلك يحمل نفس الاسم.